طلاب الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نلتقي ولقاء جديد إن شاء الله في مساق محاسبة مالية 2. اليوم إن شاء الله هنستكمل آخر فقرة إلنا في الوحدة الخامسة، أجاد الأصول المتداولة، العمليات النقدية أو جرد النقدية المتعلق بالصندوق والبنك. اليوم إن شاء الله هنحل التمارين. أنا هاخد 3 تمارين وهعطيكم نشاط 3 تمارين. انا هحل التمرين رقم 1 و3 و5، وانت هتحل 2 و4 و6 ان شاء الله. طيب، التمرين الاول بيحكي لي في 30/6/2009 ظهر رصيد الصندوق النقدي لشركة ابو علي التجارية 800 دينار، حسب الدفاتر رصيد الصندوق 800 دينار. لو عند الجرد الفعلي لما جردوا على ارض الواقع لقوا ان الصندوق فيه 700 دينار فقط، يعني في فرق عندي 100 دينار، 800 ناقص 700 في عندي فرق 100 دينار. طب زيادة ولا عجز؟ هو حسب الدفاتر 800، يعني انا المفروض يكون عندي في الصندوق 800 لقيت 700، اذا عجز. طالما الرصيد الدفتري اكبر من الرصيد الفعلي عجز. قال لي اعمل لي قيد التسويه والاقفال، علما بان سياسه الشركه في حاله وجود عجز ان تتحمل الشركه 30 دينار ويتحمل امين الصندوق باقي العجز. تمام. طبعا نيجي للحل. الفرق 800 ناقص 700 100، قال لي ال 100 مقسمه بين 30 على الشركه 70 على امين الصندوق. على طول من حساب من مذكورين حساب امين الصندوق بحمله بالجزء اللي بخصه كمديونيه عليه. تمام. ومن حساب العجز في الصندوق، يعني الشركه بتعتبرها كخساره على الشركه، العجز في الصندوق. تمام. الى حساب الصندوق، هي النقص اللي في الصندوق، هي الى حساب خفضت الصندوق ب 100 دينار اللي هو قيمه العجز، وزعته مديونية على أمين الصندوق 70، وخسارة هيها في الجانب المدين 30 دينار. طبعا هي قيود قيد التسوية، قيد الإقفال. لما في نهاية السنة بجي العجز في الصندوق مدين بخليه دائن من حساب أرباح وخسائر إلى حساب العجز في الصندوق. طبعا لو جاب لي سئلة إنه الموظف يتقاضى راتب كذا وكذا، وقد تم مثلا في واحد صرف الراتب له، بتخفض مديونيته، بتعمل قيد تخفيض المديونية اللي هو من حساب مصروف الرواتب الى حساب امين الصندوق بال70 دينار، والى حساب الصندوق بباقي الراتب اللي هيقبضه امين الصندوق. طيب، هيك بنكون حلينا التمرين الاول، بسيط وسلس جدا. تمرين رقم 3، قال لي كان الرصيد الدفتري 95 لكن الرصيد الفعلي 100. لما يكون الفعلي اكبر من الدفتري معناها ان انا عندي زياده فائض. قال لي اعتبر ان الزياده ايراد للشركه. الزيادة إيراد للشركة، احنا عارفين الزيادة احتمالين، إما أن تكون الزيادة إيراد للشركة اعتبارها إيراد للشركة، أو غير معروفة السبب يعني حساب معلق. هو قال لي اعتبرها إيراد للشركة من حساب الصندوق، هي زودنا الصندوق مدين إلى حساب الزيادة في الصندوق. تمام. 5/5، والزيادة دائنة لما أقفلها بخليها مدينة. هيك برضو بنكون هنا التمرين الثالث. تمام. بضل عندي التمرين الخامس، مذكرة تسوية البنك، وركزوا معي فيها. قال لي التمرين الخامس كان الرصيد في 31/5 لمحلات خليل من واقع كشف البنك، يعني البنك لما ارسل لي الكشف قال لي انت لك رصيد عندنا 990 دولار، في حين كان حسب دفاتر 2476 دينار. وعند البحث عن اسباب الاختلاف لقينا انه في المحلات مودع 1500 دينار لم تظهر في الكشف، يعني احنا دخلناها في البنك لكن البنك كان لسه مش مظهرها في الكشف، يعني غالبا ما بتكون عمليه الايداع تمت من بعد اعداد الكشف. في عندي قال لي شيكات صادره لم تدفع بعد، وان المستفيدون لم يقدموها للبنك، اللي هو شيك رقم 18 بقيمه 450 دينار، وشيك رقم 26 بقيمه 320 دينار. اما النقطه الثالثه، فقال لي البنك ارفق اشعار يفيد انه في 12 دينار، هذه مصاريف بنكيه عباره عن ثمن دفاتر شيكات. تمام. خصمها على الشركة، لكن الشركة ما بتعرفش لأنه لسه ما وصلش فيها كان إشعار. طيب، النقطة الرابعة، قال لي أودعت المحلات مبلغ 780 دينار في حسابها لدى البنك، وتبين أن المبلغ سجل بالخطأ لحساب محلات خالد التجارية. تمام.
بعد هيك قال لي تبين أن الشيك رقم 36 بمبلغ 248 دينار صادر إلى سلامة قد سجل بالخطأ بقيمة 284. المطلوب إعداد مذكرة تسوية وإعداد قيود التسوية والإقفال اللازمة وتصوير حساب البنك. تمام. إحنا حكينا عني نظامين، إما إني أبدأ بكشف البنك، رصيد كشف البنك، أو إني أبدأ بالرصيد الدفتري. أنا دائما بحب الرصيد الدفتري، لكن الأسهل كشف البنك. إحنا نبدأ بكشف البنك عشان نوصل للرصيد اللي إحنا بدنا إياه. تمام؟ اللي إحنا بدنا إياه. قال لي إيش الرصيد اللي بدك إياه؟ قلنا لو بدينا بكشف البنك بدنا نحط الإيداعات النقدية التي لم تظهر والشيكات الصادرة التي لم تصرف، بدنا نطرحها. هاي إيداعات نقدية ولم تظهر كشف البنك 1500. تمام، اللي هو قال لي فيه 1500. النقطة الثانية قال لي في شيكات صادرة ولكن لم يتقدم أصحابها للصرف، هاي هم 450 و320، هاي 770. في نقطة ثالثة وهذه نادرا ما تحدث، إنه بالخطأ موظف البنك في أودعنا 780 دينار لكن بدل ما يحطها في حسابنا حطها في حساب خالد، حطها في حساب خالد. تمام، فإحنا ما كانش مودع في حسابنا، بدنا نودعه عشان نصحح الخطأ. تم عملية إيداعه، صار عندي 1500 تمام و780 بيطلعوا 2280 زائد 990 بيطلع عندي 3270. اطرح منهم الشيكين الذين لم يتقدموا للصرف 770، بيكون عندي الرصيد المعدل 2500. طيب لو اجينا وبدينا بالرصيد الدفتري، الرصيد الدفتري في عندي شيك صادر للمورد سلامة قيمته، طلع ايش قال لي؟ قال لي تبين ان الشيك رقم 36 بمبلغ 248 صادر الى سلامة سجل بالدفاتر، هاي بالدفاتر خطأ 284. يعني انا نقصت حساب البنك تبع الرصيد البنكي، خصمت عليه الزيادة 36 بدي ارجعها، انا نقصتها بدي ازودها، فبروح بزود 36 تسوية الخطأ. اثنين قال لي في عندك خدمات بنكية 12 دينار اخصمها، خصمتها، هاي 2476 زائد 36 2512 ناقص 12 بضل عندي 2500. ما دام 2500 و2500 اذا شغلي صح. طب ايش قيد التسوية المطلوب مني؟ قال لي قيد التسوية المطلوب منك قيد، بدك تضيف قيمة المصاريف البنكية 12 دينار بدك تخصمها من الحساب البنكي، هاي واحد، وبدك تضيف في حساب البنك تصحيح الخطأ تبع المورد سلامة. احنا نقصنا من سلامة 36 على اساس ان احنا سديناه 284، لا احنا سديناه 248. اذا بدك ترجع في حساب البنك ال 36 الفرق وتضيف في حساب سلامة مديونية له 36 اللي احنا خصمناها بالغلط. وهي تصوير حساب البنك، لازم يكون الرصيد المرحل للميزانية العمومية هو نفسه الرصيد المعدل اللي طلع في مذكرة تسوية البنك. هيك بنكون انهينا حل التمارين. يعطيكم العافية، إن شاء الله هنبدأ نشرح بعد قليل الفصل السادس.